هنبتدي كده بالطبق التاني اللي هو الميني ساندوتش او المعجنات. حطينا 2.5 كوباية دقيق. واحدة واحدة برضو نقول المقادير سوا. ماشي، 2.5 كوباية دقيق يا شيف. 2.5 كوباية دقيق ومعلقة خميرة فورية. انت بتحطي بالترتيب اللي انت حطاه، هتحطي بيه؟ طيب. انا حطيت طب حضرتك قولي. طب واحدة واحدة، 2.5 كوباية دقيق زبادي، كوباية زبادي، معلقة خميرة، بيكنج باودر، 1/3 كوب زيت، 1/2 كوب حليب، ملح، رشة ملح، 3 معالق سكر، وحشوات بقى مختلفة هنتكلم عليها، اللي هي ممكن تبقى جبنة ولانشون وتونة، ممكن نستخدم هوت دوج، جبنة اسطنبول، زي ما احنا عايزين. انت بقى حطيتي ايه؟ انا حطيت كده 2.5 كوباية دقيق. ايوه. ومعلقة الخميرة الفورية والبيكنج باودر. ايوه. والسكر، وحطينا 1/3 كوباية الزيت، وهننزل بالزبادي. ايوه كده. انت عايزه حاجه تقلبي بيها؟ لا انا شيف، انا هعمل بايدي. تعملي بايدك؟ انا بفضل ان انا اعمل العجينه بايدي، عشان انا بحس العجينه بايدي. ممكن اشتغلي بايدك زي ما انت عايزه. واللبن؟ ايوه. محتاجه تقلقي الخاتم؟ ماشي. معلش مش هنقلبك. كده بنعجن. طيب. بايدينا. ومستمرين مع الشيف دعاء درويش اللي منورانا النهارده، اللي عملت الكيكه الحلوه، كيكه الاناناس، وبتعمل دلوقتي حاجه حلوه قوي، اعتبروها سندوتشات او ميني ساندوتش. عجينتها حلوه، عجنتها. قولي بقى انت عملت ايه. خلاص احنا عجننا العجينه، وهنا العجينه وهي خمرانه. تمام. العجينه دي ممكن نعمل منها شكلين، اللي هو الشكل المفتوح والشكل المقفول. الشكل المفتوح ممكن نلف العلبه. نلفها بس العكس. ايوه كده. تمام. الشكل المفتوح بنحشي بيه بقى، ممكن لانشون، الجبنه شيدر، جبنه اللي هي التركي المدخن، تونه. ممكن حشوات تبقى زي تونه. ممكن نحشي جبنه اسطنبولي. ممكن انا المقفوله عاملاها هوت دوج وجبنه اسطنبول. تمام. فاحنا عايزين نوريهم بس كده طريقه العجينه طريه قوي، ويمكن خمرانه كويس. احنا الفرق بس بتقعدي من الفرق، انت عجنت اللي عجنتيه وريها برده للمشاهدين. اللي اتعجنت دلوقتي قبل الفصل على طول اهي، بتتساب قد ايه عشان تخمر؟ بتتساب ساعه. ساعه. تمام. ده اللي هو المقفول يا شيف. هي بتعمل حاجه زي الكايزر بالظبط، يعني بس ميني ميني ميني, ميني كايزر. ميني كايزر يعني. معانا استاذ وحيد. ايوه انت دايما. ازيك يا استاذ شيف؟ ازيك يا استاذ وحيد؟ منور قناه اون تي في. الله يخليك، احنا تان تي في. وازاي ضيفتك الكريمه؟ شكرا. الحمد لله. شكرا. تمام يا فندم. عايزك تعمل لنا الاكله المنبيه اللي هي بالبيض وباللانشون وبالشبت. اكله المنبيه اللي هي بالبيض وبالشبت وبالبصل. طب يا استاذ وحيد، انت ايه اللي وداك الهند اصلا؟ دي اكله هند. اكله المنبيه. خد معاك اميره. ايه بنتي؟ ماشي. احنا ممكن نعمل التوميه مش البومبي. الو. انا كمان. يا اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك يا اميره؟ حاضر، عينينا هنجيب لك، نعمل لك اكل بومبي. حاضر. شكرا ليك. شكرا يا استاذ وحيد. انت دلوقتي بتشكلي الكور دي. الكور دي تطلع وحدات وسهله جدا في تشكيلها، ما فيهاش اي صعوبه. طيب انت بتدهني ايه الوش؟ بدهن صفار بيض وقهوه وسنه لبن. جميل جدا. القهوه عشان ما تديش زفاره وتدي لون حلو. طب احنا بنسيبها برده، بتسيبيها تخمر شويه؟ صح، بسيبها. بسيبها تخمر شويه. طيب كده عرفنا التكنيك بتاعها كشكل الفكره. نفسها. طيب احنا لما بتيجي تحشيه، بتحشي جوه، بتفتحي تحطي قطعه جبنه اسطنبولي. ليه اسطنبولي ما تكونش براميلي؟ ليه ما تكونش جبنه ثلاجه؟ الجبنه الاسطنبولي بتبقى بتتميز ان هي ناشفه ما فيهاش ميه. لكن البراميلي او الثلاجه بيبقى فيها ميه، فبتعجن العجينه من صح. انت كده جبتي المفيد، ان فعلا الاسطنبولي ما فيهاش ميه كده. لو احنا اللي هي المقفوله بنعملها. طب واحده واحده عشان بس التكنيك يشوفوا كده. احنا حطينا جواها دي كده يا شيف المقفوله. تمام. دي لو احنا عايزين نعمل حشو جوه قبل. طيب. قبل الفرن. طيب انت شوفي كده وقولي لهم على الحشو لو انت عايزه تحطي جبنه او حاجه ثانيه. ماشي. ماشي. احنا ممكن نحشي هوت دوج كمان مثلا. ممكن. ايوه هوت دوج. طيب لو احنا معانا ادي هوت دوج اهو، اتفضلي. شكرا يا شيف. التونه ممكن تدخليها النار؟ لا التونه ما تخشش. لا صح. ما تخشش النار عشان ما تطريش العجينه خالص. لا لا. واحده واحده برضو للكاميرا يا جماعه. واحده واحده. ايوه كده. واحده كمان بالراحه. ماشي بسهوله جدا. على فكره الحاجات دي لما بتتعمل في البيت بتبقى احسن يا شيف. الحاجات دي لما بتتباع بره بتبقى غاليه، واحنا كده ضامنين نظافتها. ده يعني ده احنا ميني ساندوتش موجود على فكره، لو جاب شيء فلاني، ولو جبنا ساليزون ممكن تعمل منه حاجات. أيوة العجينه دي نفس الحكايه. صح. في المناسبات مهم جدا انك تملي كميه للاطفال. ايوه صح. وضامنه مصدرها وعارفه انت عاملاها ازاي. كده خلاص يا شيف. كده تمام. هندهن بقى البيض ولا
طب انت محتاجه دلوقتي، عايزين نشوف بقى الفتح. سيبك من احنا خلاص، احنا عرفنا وهتخمر. طيب خلاص وبعد كده هندهنها. عايزين نشوف عشان التكنيك بس، نشيل العلبه خالص. ممكن نرفع نلف العلبه، نلفها نلف العلبه كده. ايوه خلاص، نرفع العجينه خالص. احنا زي ما انتم شايفين اهو، هنسيبها تتخمر شويه وبعد كده بتدهن نسكافيه او ممكن بيض او لبن زي ما انتم عايزين. بتفتحي بالسكينه كده، بنفتح كده العجينه. طب ممكن نشوفها بس قبل ما نحشي، ونشوفها بس نشوف اللي جوه الكاميرا اهي فوق كده. ايوه وبتتحشي كده بس. تمام بقى، ميني ساندويتش صغير معانا مدام اميمه. الو. ايوه مدام اميمه. ايوه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيكي. حضرتك منور انت وضيفتك اختي وحبيبتي مدام دعاء. ربنا يخليكي مدام دعاء معاكي. متشكر. ازيك يا ازيك يا دودو، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا اميمه، كويسه الحمد لله. شكلك ايديكي مقدما. الله يخليكي، ربنا يخليكي يا اميمه، ربنا يخليكي. عايز اقول لك يا شيف ان دعاء ما شاء الله عليها نفسها حلو قوي، حلو وحادق الحقيقه. ما شاء الله عليها، انا شفت شغلها جميل جميل، وعايز اقول لك ان انا دقت برضه ما شاء الله حلو جدا يعني. ايوه حضرتك عارف ليها لما كانت جميله في تقديم الاكل. باين باين ده، كفايه كفايه يعني. بصي طريقه التقديم نفسه مختلفه يعني. انا أيوة. ما شاء الله عامله طبق حلو جدا يعني، في اي مناسبه هيبقى حاجه برزنتيشن حلوه، والهديه الجميله اللي جايبها لي. ايوه ايوه لا هي صراحه شوف انا انا عزومه حلوه قريب. ربنا ان شاء الله ربنا يخليك. معظم صحابي وقرايبي انا بهديهم بالحاجات دي يا شيف. ربنا يخليكي لينا يا دودو. الله يخليكي يا ام. وانا عايزه اطول عشان كل حبايبك واصحابك. الله يخليك، الله يخليك يا رب. بس نوها كانت عايزه تكلمك دقيقه واحده. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله تمام. ازيك يا دودو، عامله ايه؟ الحمد لله يا نوع. الحمد لله يا حبيبتي، كويسه الحمد لله. والله عايزه اقول لكم ان دودو بتعمل اكلات حلوه جدا، حلو وحادق يعني. ربنا يخليك ما شاء الله. ربنا يخليك يا نوع، ربنا يخليك. والكيكه دي احلى كيكه بتعملها، وبصراحه اكلها كله حلو والله. شكرا يا نوع. كل الناس فتنت وقالت ان دي احلى كيكه واسمها كيكه دودو. شكرا. ايوه بالظبط كده، كيكه دودو واكل دودو كله والله. شكرا يا نوع. انا بتعلم منها اصلا. ربنا يخليك يا نوع، ربنا يخليك يا حبيبتي. ميرسي ليك يا رب. نينا معاك يعني، عايزه اتكلم. طيب تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دعاء، منوره الشاشه. الله يخليك يا ماما، الله يخليك. الشيف منور يا حبيبتي، منور كلكم. الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. ده دعواتك يا ماما. تسلمي تسلمي. بدعواتك يا ماما والله، دعواتك. ربنا معاكي يا حبيبتي. الحلو كله الديكور الرومي والفخر الدنع الرز اللي بالخلطه بقى ايه؟ ما انا متعلمه على فكره الرز بالخلطه منها يا شيف والله. احنا محتاجين ده يعني، وصفاتك الجامده، وانا سامع ان الرز بالخلطه والحاجات دي كلها حضرتك انت اللي. العنايه ليكم والله، ابعتها لكم ان شاء الله. يا رب يخليك. انا جده الاولاد. انا عارف يا فندم، انا عارف. اهلا بيك من ورا الدنيا. يا شيف يا رب يخليك. بحب نتفرج عليه حضرتك والله. يا رب يخليك يا فندم، يا رب يخليك. ربنا يخليك يا رب. بس انا عندي طلب يا دعاء، وربنا كده. الله يخليك، الله يخليك يا ماما. انا عندي طلب لحضرتك بعد اذنك. نعم. الرز بالخلطه يا ريت ما تبعتليش الوصفه، انا عايز الطبق. ده عملي الاثنين حبيبه قلبي، ربنا يخليك. ده هيبقى عليه فخده كتف دوني. لا لا لا، انا عايز الرز بالخلطه بس. اي حاجه حلوه تحبها والله ابعتها لك، والله اعملها وابعتها لك. ربنا يخليكي. تسلمي تسلمي. شكرا. تسلمي تسلمي. وهي كمان يعني كويسه، مقابلتها حلوه جدا والله، وبتعمل لنا احلى حاجه يعني. شكرا. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. طيب انا عايز اسالك بقى، احنا هنا واحده واحده كده، احنا ايه عايزين نعرف احنا عملنا ايه. ماشي. وقولي المقادير واحنا شغالين عملت ايه بالخطوات. احنا عارفين المقادير ونزلناها، هننزل المقادير دلوقتي نشوفها. ثواني قبل ما نقول الخطوات. ماشي. مقادير ده الميني ساندوتش، نفس العجينه دي ممكن نعمل منها هو الساندوتش الكبير او العيش الكبير يعني، هي الفكره بس، لان احنا عاملينه ميني للاطفال. تمام. شيف دودو الشهيره شيف دودو. احنا طبعا قلت لي دي بتسيبها ترتاح شويه. بترتاح شويه. بعد كده بندخلها الفرن. لا بعد كده بندهنها شيف بالبيض او النسكافيه وندخلها الفرن، بتقعد نص ساعه تقريبا. تمام. انت حشيتي الجاهز. طب احنا عايزين، لو احنا حابين نحشي تونه للنائبه نحشي بقى. التونه بقى ما بنحطهاش كده بحاله، لا بنحط عليها مايونيز وفلفل متقطع صغير جدا، وبصل برده متقطع صغير جدا. تمام. فاحنا هنشوف كده، بنحشي تونه. بنحشي تونه. على فكره الحشوه دي حلوه جدا، مميزه يعني. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. في انت عارفه ان في ناس بتحشي بتعمل عجينه الشو
وتعملها حشوه حادقه زي السليزون او زي بتبقى ليها طعم برضو. شفتها وكده. بس الجميل فيها دي انها محمله عيش يعني هي طعمها زي العيش بالظبط. ايوه مشبعه كمان يا شيخ. يعني انها مش طفل انه هياخد حاجه مهويه. أيوة مهويه. لا مشبعه جدا للاطفال بس. طيب. يعني احنا نتمنى ان هم ياكلوا. مدام منال. مدام منال. الو السلام عليكم. مدام منال ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا شيخ. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا فندم. انا بحيي حضرتك على البرنامج الجميل ده جدا جدا يعني صراحه. حضرتك شيف هايل. ربنا يبارك لك يا رب ويخليكي. شكرا ليكي. انا معايا شيف دعاء يعني معايا دلوقتي شيف دودو يعني منورانا وعامله دودو دي حبيبتي وعايزه اقول لك ان هي شيف بصراحه هايله جدا جدا. متشكره ما شاء الله عليها يعني. شكرا. متشكره جدا. ازيك يا دودو عامله ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله والله كويس. منوره الشاشه حبيبتي والله ده نوركم. شكرا. هي شيف دعاء عايز اقول لك على حاجه. انت معلش معلش انا اراجع تاني الاسم بعد اذنك. نفس اسمي. صوت اسمي منال. منال اهلا بيكي. اهلا بيكي يا مدام منال. عايز اسالك سؤال. لو انت عندك اطفال؟ عندي. طيب طبعا فكره انها تعمل ميني ساندوتش دي حاجه لطيفه جدا. عندك اطفال في البيت فتعملي حاجه طبعا ملبوخه رايحه النادي عايزه تدي الاطفال حاجه في اللانش بوكس بتعملي كده بتعملي ده ولا بتعتمدي انك تجيبي جاهز؟ مدام منال. مدام منال. مدام منال اتصلت قطع. انا بسال السؤال ده ليه؟ لان في ناس بتكبر دماغها وتقول انا عايزه اروح اجيبه كيلو جاهز او اجيبه كذا او كذا. فده انا يعني بس ما بحبذوش قوي يعني. والله ولا انا يا شيف. انا زي ما قلت لحضرتك ان احسن حاجه بتتعمل في البيت بتبقى نظيفه ورخيصه وضامن الحاجات اللي موجوده فيها من جوه. طيب انا هسالك على حاجه. ممكن احنا لو عندنا عزومه كبيره ممكن نستخدم حشوات تانية زي حاجات فيها لحوم يعني مثلا نستخدم كفته سجق زي السندوتشات الكبيره ولا هتبقى بالنسبه لها صعبه عشان حجم السندوتش صغير؟ هتبقى احنا ممكن نعمل بنفس العجينه السندوتش اللي هو المطول او طب ما احنا ممكن نشوفه. انا معلش انا هطلب منك حاجه على الهوا كده. ماشي خلاص. انا ما فاجئتك طبعا. لا عادي يا شيف. فلو انت عايزه تقدمي الطبق ده قدميه في طبق. طب ماشي احنا هنقدم الاول كده اهوت. اعملي البرزنتيشن بتاعتك للطبق بقيت ده طبق تاني. انا بعتبر الطبق ده انا هاخده انا لان ده احنا اللي عملناه دلوقتي على الهواء غير الطبق اللي هي عامله فيه التقديمه البرزنتيشن بتاع الحلقه. بالهنا والشفاء يا شيف. اشكرك بجد. انا سعيد جدا منك. افكارك حلوه واكلك حلو. شكرا يا شيف ربنا يخليك. تمام. ممكن برضو نعمل وحدات كده اهوت. تمام زياده. معانا مدام سميه. حط التونه برضو. مدام سميه. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اهلا بيك. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله بخير. ازي حضرتك يا فندم؟ منورين. الله يخليك. معانا مع يعني شيف دعاء درويش منورانا وعامله شغل حلو قوي. الله يخليك. طبعا انا اسمها اتكلمها. اتفضلي معاك. ماشي. دودو ازيك يا سميه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. منوره يا حبيبه قلبي. ده نورك يا سميه والله ربنا يخليك. ايه الجمال ده كله. تعالي اتفضلي والله تعالي اتفضلي. الله يخليكي الله يخليكي يا رب. انا سعيده جدا ان انا سمعت صوتك والله يا سميه ربنا يخليك. متشكره قوي. متشكره يا سميه. متشكره.